وسعد، ولكن فعلا بيباص الكوره تطلع على طول لعزت، وداخل عزت ويصوت ويسجل عزت، وعايز يعدي بالاثنين ما ينفعش، ما يعرفش يلعبها لعبد الرحيم. عبد الرحيم لعزر، عبد الرحيم بيحاول يعدي وتحت الباسكت جميله لعزر، رجال بيلمح فاضل ثانيتين على زمن الهجمه، هيلحق وبيصوت ما يلحقش، تروح لكيجو، وطبعا طالما راحت للفرقه المستحقه للقرعه طول الحكام بتقول يلعبوا، كيجو دخل على الباسكت بالمادي، والاحمدي داخل يلعبها لعز الرجال اللي في نص الملعب لعبد الرحمن، داخل عبد الرحمن على الباسكت ويسجل نقطتين عبد الرحيم، وليد بيعدي يلعبها لعبد الرحمن وياخد خطا الشخصي عبد الرحمن، يسقط الكره لاسلام كده مرتده يلعبها الوليد اللي بيصوت لعز الرجال الناحيه الثانيه لعزت، وعزت داخل وبيصوت وخطا، وفاضل ثانيتين تروح الكره لادهم اللي بيصوت في سن الحلقه، ولكن طبعا طالما لمست عزت يلعبها لجابر، وداخل جابر وتصويبه سلع لاسلام لعزب اللي بيصوت ثلث، يلعبها لاسلام تاني ناحيه الشمال، وبيحاول اسلام وياخد خطا الشخصي، فاضل اربع ثواني وداخل عبد الرحيم تقطع منه الكره، وهجمه مرتده وداخل اسلام، داخل اسلام وبمبنى لعب الوليد عبد الجواد الناحيه الثانيه لاحمد عزب اللي بيصوت صور لاجوجو في نص الملعب، يلعبها تحت العماره ويصوب مع منصور، منصور للقوني وبيصوب القوني وبيصدم عصام لعبد الرحمن، وتصويبه عزب، عزب وتصويبه ثلاثي، فاضل اربع ثواني، ويا سلام على الفيك اللي عمله الجميل برافو لعمر هشام، ونقطة وليد تاني بيحاول يعدي بيعكس الملعب وتصويبه ثلاثية الناحية التانية لعزت، عزت و